نروح لتقرير اعده لنا زميلنا مؤيد الهاوي من محافظه السليمانيه، نشوف هذا التقرير ونفتح. قبضه باعمار صغيره تاخذ طريق المنافسه على حلبة بطولة أندية العراق للأشبال بمشاركة 41 نادياً و 148 ملاكماً أتحف الأبصار بما يقدمون، مؤكدين سلامة قاعدة الملاكمة العراقية في بلاد النهرين. بطولة العراق للأشبال مشارك بها أكثر من 148 ملاكم وأكثر من 41 نادي من مختلف العراق، من الشرق من الشمال والجنوب والوسط، والحمد لله ما تشوفون مستوى جيدة جدا. تنافسات لحد الآن بدأت تنافسات بين الاتصالات وتنافسات بين الجنوب والعمارة وبغداد، يعني الحمد لله ما تشوفون، يعني كلها كانت احنا استعدادات لمن لبطولة آسيا. اعتماد على هذه الفئات العمرية للمنتخب الوطني والرافد إلى المستقبل للملاكمين المتقدمين، قدرنا نحقق هذه البطولة اللي نقدر نخرج منها لاعبين المنتخب الوطني اللي يمثلون بطولة آسيا للأشبال وللناشئين وللشباب. منافسة بطولة سمير قاسم المتواصلة أشرت فيها العديد من النقاط الإيجابية نظراً لمستويات اللاعبين الصغار المميزة. خامات جديدة جاي تظهر، يعني ما شاء الله، تحتاج بس لأن تحتضن بمعسكرات باحتكاكات، قلت لك هاي الأمور يعني لتطور من مستوى الملاكمة. وحالياً هسه كل اللاعبين يعني أشبال أعمار جديدة، يعني دخول جديد ظهور جديد، فحاليا الحلو المستوى كلش رائع، يعني زين جاي نشوف يعني أرقام موجودة كلش حلوة. لعبت اليوم نزال على وزن 49 النهائي، وإن شاء الله أثبت نفسي قدام العالم وأروح بالمنتخب الوطني مال أشبال ونلعب بالاختبارات وعلى مود بطولة آسيا إن شاء الله الجاية ونشارك بها. الإعداد الأمثل يتجلى من خلال هذه البطولة وغيرها بتقديم الرعاية والدعم لاستدامة العمل القاعدي تحضيرا للاستحقاقات المقبلة عربيا وآسيويا. من السليمانية مؤيد الهاوي، العراقية الرياضية.